إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أرسل الله تعالى الرسل لنتبعهم، وأنزل علينا الكتب لنؤمن بها. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وختم هؤلاء الرسل برسالة خير البشر وسيد الخلق أجمعين، وأنزل عليه القرآن مهيمنا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها. وهذا من عظيم منن الله تعالى على هذه الأمة وجزيل فضله عليها. أرسله الله تعالى ليخرج العباد من عمايات الجهالة وطرائق الضلالة إلى نور الحق والتوحيد والسنة. من اتبعه وسار على دربه كانت له الهداية والبشرى في الدنيا والآخرة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلمون، إن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته وترك ما نهى عنه والتصديق بخبره والإيمان بما جاء به وعبادة الله بشرعه هو مقتضى معنى شهادة أن محمداً رسول الله، التي لا يكون العبد مسلماً إلا بتحقيقها. فطاعة رسوله مقرونة بطاعة الله، كما أن الشهادة أنه رسول الله قد قرنت بشهادة أن لا إله إلا الله في الصلاة والأذان والخطب وغيرها. فالسنة واتباعها مركب النجاة وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ولهذا جاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعة الله تعالى في كثير من آيات كتابه الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالهداية، كل هداية في اتباعه والسير على هديه وسنته. عباد الله، قد جاء التحذير الشديد والوعيد الأكيد على ترك السنة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمخالفته سبب للعذاب والهلاك. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم سبيل للتفرقة ومخالفة لتقوى الله تعالى. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن عصى رسول الهدى فقد عصى الله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه
ونصره وكفاه. عباد الله، لقد تكاثرت نصوص الوحيين وأقوال الأئمة الربانيين في الوصية بالاتباع وترك الابتداع والقرن بينهما، وأن هذا من أعظم أسباب السلامة من الفتن والبعد عن الأهواء والمحن، خصوصا مع كثرة الشبهات وانفتاح أبواب الشهوات، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو الكتاب والسنة. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم المحشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، والبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.